إذن مشاهدينا الكرام، السلام الله عليكم. اليوم إن شاء الله تعالى مع حل مشكل عويص صراحة، يعني في الآونة الأخيرة، يعني بعض الهواتف تيطيح، وهذا الهاتف هذا اللي تيسقط، يعني تدق جيه بلاصة الكارت سيم كيف ما كتشوفوا هنايا. هذا الهاتف سقط، وبعد السقوط يعني الكارت سيم دق جيه، ودابا أصبحت إلا بغيت تخرج هذا الكارت سيم يعني الشوكة التي تخرجها لا تقبل. يعني انظروا، يعني مهما ضغطت يعني هناك يعني ضغط، يعني محبوس، يعني ميمكنش تخرج. اذا غنوريكم الحل ديال هذه العمليه هذه، وممكن يعني فك هذه العمليه ان شاء الله تعالى، يعني بدون كسر اي شيء وبدون يعني استعمال اي قوه. اذا العمليه سهله، ناتي الى فك الهاتف. الهاتف صراحه من الهواتف التي تفك هكذا جيد. اذا يتم الفك من الجوانب السفلى اولا، والجوانب يعني الايمن والايسر. جيد، إذا نخرج الهاتف هكذا كما ترون، يعني الهاتف هنا يظل هكذا لأن هنا كاينة الشريحة باش ما تهبش. هنا تنجيو تنديرو واحد المليصة بحال ما هكا تيخرج جنب الهاتف. إذا كما ترون الكارت سيم يعني تبقى في مكانها حتى يتم التسلل ويتم العملية بنجاح، وخروج يعني الشاريو ديال الكارت سيم بنجاح وبسلامة وبدون أي كسر لأي شيء. إذا هذا هو حل هذا المشكل الذي هو يعني الكارت سيم لا تريد الخروج، أو يعني مدخل الكارت سيم أصبح يعني غير شغال أو لا يقوم بالدور الخاص به. هذه هي الطريقة، وحياكم الله والسلام عليكم.